بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحلقة اللي احنا زعناها امبارح في سلسلة الطب في الدراما المصرية كنا بنتكلم فيها عن مقدمة او يعني اول جزء في الحلقة الاولى في مسلسل بالطو، واحنا كنا بنتكلم ان المسلسل ده مسلسل يعني كتبه طبيب، فعشان كده يعني بيناقش بعض القضايا المهمة للاطباء بشكل يعني هو طبعا في جزء منها كبير بشكل كاريكاتوري او كوميدي، لكن هي كوميديا سوداء تعبر للأسف عن جزء كبير من الواقع اللي بيعيشه أطباء خصوصا أطباء الشباب. فامبارح كنا نزلنا حلقة رقم 9، لكن للأسف اليوتيوب اعتبر ان احنا بننتهك الحقوق الملكية الفكرية للمسلسل، لان انا زعت جزء حوالي دقيقة من المسلسل، رغم ان الجزء اللي انا زعته هو في الواقع يعني جزء كبير منه كان اصلا بيتذاع في الاعلان بتاع المسلسل اللي كان بينزل على التلفزيونات او القنوات الفضائيه. ده غير ان انا اصلا يعني يعتبر اللي انا عملته ده يعتبر دعايه للمسلسل، مش ان انا بنتهي حقوق الملكيه الفكريه، لكن هو اعتبر ان ده انتهاك للملكيه الفكريه للمسلسل لانه هو لسه ما نزلش على التلفزيون، هو موجود بس على منصات معينه يعني، وعلشان كده يعني اليوتيوب شال الفيديو كله، فانا بعيد تسجيل الجزء الاول بس اللي هو اللي كان فيه اللي انا زعت فيه جزء من المسلسل. هتكلم بس عن اللي انا الجزء اللي انا هحذفه يعني من الفيديو، وباقي الفيديو هيبقى زي ما هو، ونتمنى ان اليوتيوب ما يشيلش الفيديو المره الثانيه. فبنقول انه مقدمه المسلسل ان الدكتور عاطف اللي هو بطل القصه بطل المسلسل بيحلم بنفسه ان هو يعني كان في مستشفى ومريض مصاب بطلق ناري وبينزف والنبض وقف خالص منه، ف بيقولوا الحقونا بالدكتور عاطف، فجاي هو بقى الخبير الروسي اللي ما حصلش، فدخل وشال الطلقه من بطن المريض والمريض نزيف وقف والمريض خف والعمليه نجحت وكلهم سقفوا، بما فيهم المريض سقف له. بعد فتره بعد يعني اقل من دقيقه وهو طالع من اوضه العمليات الموبايل بتاعه بيرن، فاكتشف ان الموبايل بتاعه جوه بطن المريض، هو نسيه خيط عليه جوه بطن المريض. طبعا دي فانتازيا لانه الموبايل اصلا ما بيدخلش مع الدكتور الجراح جوه اوضه العمليات، لانه ما ينفعش يتعقم مع التعقيم مع حاجات اللي بتتعقم. وبعدين يعني هو لو نسي، هنفترض ان هو نسي الموبايل او نسي اي حاجه جوه بطن المريض بالشكل ده وهي يعني سوبرفيشال او تحت الجلد مباشره زي ما هو كان في المسلسل، فمن اسهل ما يكون ان الدكتور يفتح تاني ويطلع الحاجه اللي هو نسيها. فبقى المشهد ان هما قبضوا على الدكتور لانه نسي الموبايل في بطن المريض، وحكموا عليه باحاله اوراقه الى فضيله المفتي، وانتهى المشهد بانهم اعدموا فعلا يعني. طبعا هو بيحلم بالكلام ده، ودي طبعا بيناقش هو قضيتين مهمين جدا، وهي قضيه انه هل الدكتور فعلا ممكن ينسى حاجه في بطن المريض وهو بيعمل له عمليه، الحاجه الثانيه قانون المسؤوليه الطبيه، وانه هل ينفع انه يحاكم الطبيب جنائيا لخطا طبي حصل منه، ولا المفروض يبقى في قانون خاص بالاطباء يحاكم الأخطاء الطبية من وجهة نظر طبية وليس من وجهة نظر جنائية. وأسيبكم مع باقي الفيديو اللي سجلته امبارح، ويا رب اليوتيوب ما يشيلش الفيديو تاني، وهنلتقي على خير والسلام عليكم. تعالي نتكلم بقى جد شوية. موضوع ان الدكتور ينسى حاجة في بطن المريض ده ممكن تحصل، بس مش بالصورة السينمائية اللي موجودة دلوقتي يعني، او اللي بتتقال في بعض وسائل الإعلام، يقول لك نسي مقص، مقص هيتنسي ازاي جوه بطن المريض يعني. ان كانت حصلت تبقى حادثه واحده مثلا في التاريخ كله. اولا المقص يعني صعب جدا يتنسي، لانه في حاجه الناس مش فاهماها ان الادوات الجراحيه كلها اللي تدخل جوه العمليه بتبقى معدوده ومحسوبه بالواحد، يعني مش ممكن حاجه تتنسي. الحاجه الثانيه بطن الانسان او جسم الانسان من جوه، احنا متخيلين ان هو الكبد اهو، الرئتين اهم، مش عارف البنكرياس اهو، المعده اهي، بعاد عن بعض كل واحد لوحده، زي ما بنشوفه مثلا في كتاب الاحياء مثلا بتاع ثانوي عامة او بتاع اعدادي. هو الحكايه مش كده، هو جسم الانسان كله من جوه لازق في بعضه، كله راكب فوق بعضه. يعني مثلا عشان اعمل عمليه مثلا في المراره لازم الاول بعمل حاجه اسمها ايه، يعني بحاجة زي الرفعة كده بزق بيها الكبد الناحية دي وزق بيها الامعاء الناحية دي، عشان ايه؟ عشان هفضي مكان في النص اقدر اشتغل فيه على المرارة.
فكره الفوطه اكتر حاجه ممكن تتنسي فعلا في بطن المريض هي الفوطه. الناس فاهمه ان الفوطه يعني بشكير يعني الفوطه بتاعه الوش يعني، لا هي الفوطه بتاعه الجراحه بتبقى حاجه زي الشاش الصغير كده، حاجه صغيره خالص يعني ابعادها بعد ما بتطبق بتبقى 3-4 سنتي مثلا بالكتير قوي. والغرض منها اصلا هو ايقاف النزيف او تنظيف المكان من دم نازل منه او حاجه زي كده، سواء دم او سوائل. ممكن ايه لو شريان صغير مثلا مفرقع مثلا وبينزل كده دم بسيط ممكن احط عليه الفوطه دي عشان اقفل بيه الايه، زي ما بحط قطنه على الجرح مثلا في الجرح الخارجي. فهي حته يعني تعادل الشاشه او القطنه الصغيره بحطها على الاماكن اللي فيها نزول الدم خفيف او سوائل خفيف او مثلا دم ممكن يبقى لينف اللي هو السائل الاصفر اللي هو موجود في الاوعيه الليمفاويه. فلو في حاجه ده كده بتنزل نقط دم او تنزل نقط من اي سائل انا بحط لها الفوطه دي عشان اقفل بيها عشان ما تغمش عليا في الرؤيه وانا بشتغل مثلا في المراره في الزايد اي حاجه. بعد ما بقفل وبعد ما بخلص العمليه وانا بقفل، طبعا انا مش جراح انا بحكي عن نقل عن الجراحين يعني، بعد ما الجراح بيقفل لازم يتاكد ان هو دخل مثلا 6-7 فوط جوه بطن العيان، لازم يتاكد ان هو يطلعهم كلهم لان الفوطه حجمها صغير جدا وكمان بتتلون بلون الدم ولون الجسم لون اسئله الجسم من جوه ممكن ما تبانش فعلا. طيب لو ما بانتش يبقى الحل لازم نعدهم ونتاكد احنا هنحط لهم فين. على كده انا شفتها دخلت مع جراحين زمان لقيته بيعد ادي واحده ادي اثنين وفي عنده حد من الحكيمه او المساعد بتاعه او الممرضه بتعد معاه، يا دكتور انت دخلت 7 فوط دخلت 6 فوط، لازم هو طالع يعدهم وهو طالع. طيب افرض نسيها ديسك فوطه مثلا جوه بطن هيحصل ايه؟ دي هتتحول الى جسم غريب، واي جسم غريب داخل جسم الانسان مهما كان متعقم او نظيف هيتحول بعد فتره الى بؤره يتجمع عليها البكتيريا وتعمل بؤره صديد. علاجها ايه؟ انها بنفتح تاني ونشيلها. طبعا عمليه تانيه وقصه تانيه وحكايه تانيه، والمفروض ان الدكتور ما ينساش فوطه جوه بطن العيان، لكن ان حصلت ودي بتحصل يعني في حالات نادره جدا فما هياش نهاية العالم. طبعا ده خطأ، المفروض الدكتور لو نسي فوطة كده المفروض هو يتحاسب ويعوض المريض، أقل ما فيها إن العملية التانية تبقى على حساب الشخص اللي الطبيب اللي عمل الغلطة دي. لكن حكاية إنه نسي مقص، ده نسي مش عارف إيه، ده نسي موبايل زي ما بيقول لك. طبعا هو المقصود المسلسل هنا مسلسل بالطو إن هو بيقول لك حكاية الناس اللي ما يروى عن الأطباء إن هم نسيوا حاجة جوه بطن العيان بيحكيها بشكل فانتازيا بشكل كوميدي. الحاجة التانية اللي ناقشناها المسلسل في المشهد الصغير ده هو انه ساعات يعني بيعاقب الاطباء عقوبات لا تتناسب ابدا مع حجم الخطأ او حجم المشكلة اللي حصلت مع المريض. هنا هو هفترض ان هو فعلا نسي الموبايل بتاعه زي ما هو يعني زي ما مذكور في المسلسل. هل عقوبتها في المريض يعني المريض صاحي مفيهوش حاجة؟ هل عقوبتها ان هو يتحكم عليها بالاعدام؟ طبعا هو برضو المسلسل بيجيبها لك بشكل يعني كوميدي بشكل يعني اكستريم قوي يعني او متطرف قوي. لكن بنشوف حاجات زي كده، بنشوف دكتور عمل عمليه، العمليه عاليه الخطوره ومعروف ان ممكن العين يطلع منها ميت او يطلع منها في عنده مشكله، والمريض ماضي على اقرار عالي الخطوره ان هو عارف ان العمليه دي مشاكلها كيتو 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 كيت، ومع ذلك لما بتحصل هذه المشاكل اللي هي اصلا متوقعه ومش اخطاء من الطبيب نفاجئ ان الطبيب حكم عليه بسجن او حكم عليه بعقوبات كبيره لا تتناسب ابدا مع الخطا اللي حصل ده ان كان هناك خطا حصل. احنا قلنا قبل كده في حلقات قبل كده عن في سلسله دردشه الطبيه على السريع ان احنا ليه بنطالب بقانون المسؤوليه الطبيه، لانه الطبيب اولا ليس ضامنا للشفاء للمريض، والحاجه الثانيه انه الطبيب لازم يفرق بين المشكله اللي حصلت مع مريضه هل دي بسبب مضاعفات متوقعه من العلاج سواء علاج دوائي او علاج جراحي، ولا دي بسبب خطأ أو إهمال منه، ولا تعمد أذية. طبعا لو الدكتور متعمد أن يأذي مريضه فدي جريمة، دي قصة تانية، دي جنايات. المشكلة أن احنا هنا نظرا لعدم وجود قانون المسؤولية الطبية فبيحاكم الطبيب في الأخطاء أو الإهمال أو حتى في المضاعفات اللي هي متوقعة أصلا من تدخله هو طبيا أو جراحيا، بيعامل كله وكأنه جنايات، كأنه كله جريمة، وكأن الطبيب متعمد يأذي مريضه أو الطبيب يعني أهمل في مريضه بشكل متعمد. ده مش حقيقي، لازم نفرق أنه أخطاء أو مشاكل، بلاش نقول أخطاء، المشاكل اللي بتحصل للمرضى
لبعض المرضى من التدخل الطبي او الجراحي ممكن تبقى تعمد ان نقدم للمريض حاجه سم مثلا ونعرف انها هتموته او هتضره، او اديه دواء مش معروف نتيجته لسه بيتجرب وما اقولوش ان دي تجربه. طبعا انا ممكن اجرب الدواء على المريض، بس لازم المريض يكون عارف ان ده دواء تحت التجربه وانه لسه مش عارفين اثاره الجانبيه. كل الادويه اللي بتنزل في العالم كله اتجربت في الاول على مرضى ومش كده بس، واتجربت على اصحاء قبل كده عشان نعرف اثارها الجانبيه. لكن بيبقى عامل حسابه المريض او المتطوع، بيبقى عامل حسابه وعارف ان هو بياخد دواء تجربه، وبيبقى طبعا الشركه او الجهه اللي بتعمل التجربه بتبقى متعهده بتعويضه ماليا عن اي اضرار تصيبه. دي قصه ثانيه خالص. لكن الحاجه الثانيه بقى من الاضرار اللي ممكن تحصل للمريض ممكن تبقى بسبب خطا او اهمال. لازم نفرق بين الاثنين. الخطا ان هو عمل حاجه مش صح، مش الصح بتاعها، يعني ادى دواء الف وهو كان المفروض يدي دواء ب، ممكن يكون ادى دواء ب بدل الف لخطا منه لانه مش مركز او مش نايم كويس او مش مذاكر. طبعا هو المفروض ان هو ما يقعش في هذا الخطا، لكن ان حصل منه وثبت ان الخطا ده بسبب ان هو ما كانش مذاكر او مش تخصصه، واحد مثلا تخصص صدريه وعالج واحد مثلا من الكلى فهو مش مذاكر كويس في الكلى، او بيعتمد على اللي كان مذاكره من 20 سنه لما كان طالب في كليه الطب والطب اتغير جدا من ساعتها، فدي مشكله. المفروض ان هو ما يتدخلش في حاجه مش تخصصه، دي المفروض يتحاسب عليها الطبيب، دي ما نقدرش ندفع فيها على الطبيب لان هو اخطا هنا خطا يصل الى حد الاهمال المتعمد. برضه نفس القصه لو هو الاهمال انه كان المفروض يدي حاجه وما ادهاش، برضه دي اسمها اهمال متعمد، انه ممكن الطبيب اهمال انه كان المفروض يتدخل بشكل معين وما تدخلش، شاف مثلا شريان مثلا كان المفروض مثلا انه يتربط كويس او انه يتعمل مثلا بالثيرمي كويس وما عملوش كويس فده حصل منه نزيف. دي ممكن يعني دي يحكم فيها بقى الطبيب الشرعي هل ده كان ممكن تفاديه ولا لا. نيجي بقى تاني حاجه اللي هي المضاعفات المتوقعه. انا لما بدي الدواء فلاني احتمال واحد في المئة الف ان يعمل حساسيه ممكن تكون قاتله للمريض، ممكن تكون تعمل له مشكله، ممكن تعمل مشاكل في حاجات تانية، ممكن تعمل له مشاكل في المعده، ممكن تعمل حاجات زي كده. فده انا المريض طالما المضاعفات دي موجوده في الدواء ومعروفه عنه وانا اديت له الدواء المناسب ليه، لكن هو لاجل حظه هو لسبب ما حصل له بعض المضاعفات من هذا الدواء او ما تدخل الجراحة المعين، انا بعمل للمريض عمليه وبقول له نسبه نجاح العمليه 90%، مع ذلك ان في 10% العمليه هتفشل فيه. الناس فاهمه نسبه نجاح العمليه 90% انه هيتحسن بنسبه 90%، لا مش كده. لما اقول لك نسبه نجاح العمليه ده 90% معناها لو عملت العمليه ل 100 مريض هناك 90 هيتحسنوا و10 مش هيتحسنوا وربما تسوء حياتهم بعد العمليه. ده المفهوم كويس قوي لازم نفهمه. لما نقول نسبه نجاح الدواء او العلاج الفلاني 80%، نسبه نجاح الكيماوي لمريض السرطان مثلا في حاجه فلانيه 70%، مش معناها ان ال 100% من المرضى هيتحسنوا 70%، لا معناها ان 70% من المرضى هيتحسنوا و 30% لن يتحسنوا او ممكن يضروا اكتر كمان. طيب لازم المريض يبقى فاهم انه الدكتور هو الحلقه الواصله بين قدر الله ورحمه الله، فاذا سبق قدر الله الدكتور ولا 10 دكاتره ولا 100 دكتور هيقدروا ينفعوه في حاجه، وبالعكس ممكن تكون ضرره او موته على ايد الدكتور اللي كان يقصد ان هو يساعده ويشفيه او يعالجه، مش لاهمال من الدكتور ولا لقله علم ولا لتعامل اذى من الدكتور، وانما هو نصيبك كده اديتك دواء معين، الدواء ده عمل لك حساسيه مت منه او ضريت منه او حصل لك مشكله منه، عملت لك عمليه جراحيه نسبه نجاحها 90%، انت نصيبك كنت من 10% اللي هيموتوا من العمليه. سعاد ناصر دخلت تعمل عمليه شفط دهون، يعني عمليه تعتبر عمليه يعني عمليه يعني الناس بتعملها لمجرد يعني الفن، مجرد ان هي عايزه تخس شويه مش عمليه ضروريه ولا حاجه، وماتت في التخدير. هل دي غلطه الدكتور التخدير؟ لا، دكتور التخدير ده المخدر اللي هو بيبنج اي حد بشكل سليم وامن تماما، لكن دي بقى واحد في كل ألف مثلا من الناس اللي بيتعرضوا للتخدير بالماده دي ممكن يدخلوا في حاجه اسمها الريفرسبل كوما او الغيبوبه اللا رجعيه اللي بتنتهي بالوفاه. فدي حصلت مع سعاد نصر. سمير غانم اخذ علاج للكورونا ومات من حاجه اسمها الفطر الاسود.
فهل ده اهمال من الدكاتره؟ بالعكس، ده ساعات لما بيكون المريض متوصي عليه بزياده، الدكاتره بيحبوا يتوصوا بزياده في العلاج، فبيدوا له علاج قوي شويه، فالعلاج القوي ده او الحاجه اللي هي يعني مركزين معاه قوي في العلاج وفي العمليه وبتاع، ساعات الدنيا بتيجي معاهم نتيجه عكسيه. دي حاجه اسمها ريكومندوما في الطب، يعني دي مش طبعا مش حاجه علميه قوي، ان العيان اللي ريكومندد اللي متوصي عليه بتعك معاه الدنيا اكتر. ليه بقى؟ مفيش تفسير علمي واضح. هل الدكتور وهو بيشتغل في حاله ريكومندد بيبقى تحت توتر عصبي اكتر فممكن يقلق اكتر؟ وارد. هل لانه بيديله علاج زياده فالعلاج الزياده ممكن يكون ضرره اكتر من نفعه؟ وارد. هل نصيبه كده ما تعرفش؟ وارد. انا قريتها على فكره في ابحاث علميه ان في حاجه اسمها فعلا ريكومندوما، وفي دول يعني في بره معترفين في حاجه اسمها ريكومندوما فعلا. فالخلاصه انه ليه احنا بنطالب بقانون المسؤوليه الطبيه علشان هذا الامر، عشان نحدد الضرر اللي وقع على المريض ده، هل مضاعفات متوقعه من التدخل الطبي او الجراحي لهذا الطبيب، يبقى الطبيب يطلع وراءه. هل بسبب اهمال او خطا منه لانه ما كانش مركز كويس، لا، يبقى يتحاسب الطبيب بمقدار هذا الخطا اداريا او حتى جنائيا، او انه الطبيب تعمد ايذاء المريض، وبالتالي ودي ما تحصلش غير لو الطبيب في طار بينه وبين المريض، او عمل عليه تجربه من غير ما يقول ان دي تجربه وهو عارف ان المريض ممكن يصاب بضرر كبير، ودي برضو ما بتحصلش الا يعني لو في يعني في حالات نادره جدا. انا مش بدي علاج لمريض مش معروف نتائجه، وبالذات هنا في مصر مفيش ادويه بتتجرب لاول مره في مصر، يعني يمكن يعني لما عملوا تطعيم الكورونا وقال لك عايزين متطوعين، اتجمع من مصر كلها حوالي يعني اقل من 6000 متطوع، لكن ان نيجي دواء جديد اول مره ينزل للعالم ويتجرب في مصر دي مش بتحصل كتير. عشان كده احنا بنقول وبنكرر كاطباء ان احنا محتاجين فعلا لقانون المسؤوليه الطبيه. وده كان تحليل طول شويه من اول حلقه، اول مشهد في اول حلقه في مسلسل بلطون. باقي المسلسل ان يعني باقي الحلقه الاولى ان هو بيحكي انه الدكتور عاطف ده اللي هو بطل القصه حولوه على حته اسمها طرشوخ الليف، في حته كده يعني طبعا هو كوميدي يعني وحده صحيه في اخر بلاد المسلمين. وهناك المفروض ان هو كان رايح عشان يستلم، عشان بعد ما يستلم يخلي. وفي اخر الحلقه الاولى الدكتور اللي هو مدير الوحده مات، وقع عليه مروحه ومات، وبالتالي بقى هو مدير الوحده. هو طبعا هيبقى مدير الوحده في الحلقه الثانيه، هو نهايه الحلقه الاولى ان مدير الوحده مات. فهنشوف بعد كده باقي الحلقات ايه اللي فيها، ونلتقي على خير مع الطب في الدراما المصريه وتحليل لمسلسل بلطو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.